بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل التقوية. consider the signal x of t تساوي cosine الأوميجا t زائد sine تربيع 2 أوميجا t. find the complex exponential Fourier series by Euler. زي ما حكينا الـ complex exponential Fourier series تحل على طريقتين، إما general solution وإما Euler. Euler نتذكر كانت cosine، شو بتصير لما أحط cosine تساوي نص exponential الـ j أوميجا t زائد نص اكسبوننشال سالب جي اوميجا تي. طيب الساين شو بتصير؟ بتصير نص اكسبوننشال جي اوميجا تي ناقص نص اكسبوننشال جي اوميجا سالب جي اوميجا تي. تمام، طبعا الجي بتكون على اثنين، الاثنين نص جي. تمام، والإكسبوننشال شو بنقدر نعملها؟ نقدر نعمل إكسبوننشال كالتالي: كوساين ليو زائد ناقص جاي الساين الداخل الأس. تمام، طيب تمام. طيب باجي أطلع على السيجنال اللي عاطيني إياها. زي ما بنلاحظ الكوساين درجة أولى طبيعي، الساين مو درجة أولى، الساين تربيع. أنا لما أجي أحل لازم يكونوا درجة أولى، لازم تكون الإشارة معطاة درجة من الدرجة الأولى. تمام، زي المسألة اللي قبل كنا كلها نحولها لدرجة أولى تقريبا. طيب تمام، كوساين نحولها بتصير إيش؟ نص، أو شي خلينا نحولها لدرجة أولى، معلش، كوساين الأوميجا تي زائد ساين شو بتصير؟ نص ناقص نص كوساين اثنين في الزاوية اثنين في اثنين أربعة أوميجا تي. تمام، طيب الآن نيجي نستخدم إيولر. x of t شو بتساوي؟ نص exponential j omega t زائد نص exponential j سالب j omega t زائد نص، نص هذا ما بصير فيه شيء، ليش؟ لأنه constant ثابت، ناقص نص ناقص نص في نص ال exponential ج 4 أوميجا 4 أوميجا تي زائد نص الإكسبوننشال سالب ج 4 أوميجا تي. تمام، الصورة واضحة أتوقع. تمام، نكمل الحل. طيب تمام، طبعا هذا هو النص اللي ضربناه في الكوساين. x of t شو بتصير تساوي؟ تساوي نص exponential j omega t، بدي اوزع هذا النص، هذا النص حوزعه على الداخل، زائد نص exponential سالب j omega t زائد نص ناقص نص في نص ربع exponential j 4 omega t ناقص سالب في موجب سالب نص، اي ربع اسف، exponential سالب j أوميجا 4 t. الآن أنا هيك حليت السؤال، ظل بس نقطة أخيرة، أكتب له قيم الهرمونيات إن تساوي صفر. كم قيمتها؟ وين إن الصفر؟ هيا إن الصفر، إن الصفر هتساوي نص. طيب إن الواحد شو بتساوي؟ وين إن الواحد؟ زي ما نتذكر قيمة ال n بتكون هون exponential n omega t، مش هاي قيمة ال n، فهون قيمتها صفر وهون قيمتها ايش؟ واحد. اذا قيمة ال n اللي هو معامل exponential نص، قيمة ال n سالب واحد شو بتساوي؟ سالب واحد حتساوي برضو نص. قيمة n السالب اثنين و n الاثنين يساوي صفر، مش موجودات عندنا في السؤال، وإن الثلاث وإن السالب ثلاث برضو يساوي صفر، مش موجودات عندنا في السؤال. طيب إن الأربعة تساوي هيا سالب ربع، حلو، وإن السالب أربعة تساوي سالب ربع أيضا. هيك أنا يعني أتوقع هيك أنهينا السؤال. تمام، هذا هو الجواب وهي الصيغة اللي بده إياها. طيب ننتقل على سؤال آخر. أعطيني هون برضو إشارة سيجنال اللي هي x of t تساوي
ساين تربيع الأوميجا تي زائد كوساين تكعيب 3 أوميجا تي زائد 3. تمام، أول خطوة عندي هذه من درجة الثانية وهي من درجة الثانية، شو بنعمل؟ نحكي له اكس اوف تي شو بتساوي؟ بتساوي نص ناقص نص كوساين 2 اوميجا تي زائد شو تبسيط كوساين تكعيب؟ بتصير 3 ارباع كوساين 3 اوميجا تي زائد ربع كوساين 3 ضرب داخل القوس 3 بثلاث 9 اوميجا تي، راجع للمطابقة بتعرف ايش صارت هيك، زائد ثلاث، ثلاث ما بيصير لها شيء. تمام، طيب الخطوة اللي بعديها بستخدم ايولر. تمام، شو بتصير؟ طبعا نشيل الكونست مع بعض، نص زائد ثلاث، ثلاثة ونص ناقص نص في افتح قوس نص اكسبوننشال J 2 أوميجا تي زائد نص إكسبوننشال سالب J 2 أوميجا تي. تمام، سكر القوس، زائد ثلاثة أرباع ضرب نص إكسبوننشال ثلاثة J أسف ثلاثة أوميجا تي زائد نص إكسبوننشال سالب J 3 أوميجا تي. خلصنا ولا لسه؟ لا لسه ما خلصنا، عندي لسه الحد هذا. طيب زائد ربع افتح قوس في شو الكوساين بيقدر بتصير؟ نص اكسبوننشال جي 9 اوميجا تي زائد نص اكسبوننشال سالب جي 9 اوميجا تي. انا هيك حللت المساله بالايولر. الان شو بطلع؟ قبل ما اطلع بدي ادخل النص على الارقام، يعني النص حوزعه والثلاث ارباع حوزعها على النصين والربع حوزعه برضه. تمام، طيب تطلع النتيجة كالتالي، x of t شو بتصير؟ تساوي ثلاثة ونص ناقص ربع exponential j 2 أوميجا t ناقص ربع برضو exponential سالب j 2 أوميجا t زائد ثمانية أو ثلاثة آسف ثلاثة على ثمانية exponential j 3 أوميجا t زائد ثلاثة على ثمانية exponential سالب j 3 أوميجا t زائد ثمن اكسبوننشال جي 9 اوميجا تي زائد ثمن اكسبوننشال، اتوقع الصوره الكاميرا بتصور مظبوط، اكسبوننشال سالب جي 9 اوميجا تي. هيك انا وصلت للمعادله اللي بحتاجها في الحل. ببدا اطلع قيم هرمونيات، ان عند الصفر حتساوي 3.5، والان عند الواحد وعند السالب واحد مش موجودة عندنا حتساوي الصفر. إن عند الاثنين تساوي هذه هي تساوي سالب ربع، وإن عند سالب اثنين برضو بتساوي سالب ربع. إن عند ثلاث في عندي ثلاث، عندي ثلاث ثلاث أثمان، وإن عند سالب ثلاث تساوي ثلاث أثمان برضو. إن عند الأربعة والخمسة وكذا تساوي عند أربعة صفر، عند إن سالب أربعة تساوي صفر. طبعا ما في داعي هذول أكتبهم، أنا مباشرة أكتب بس الهرمونيات اللي عندي حتى أختصر. إن التسعة تساوي ثمن، وإن السالب تسعة تساوي برضو ثمن. تمام، هذول ما لهم داعي، ما في داعي أكتبهم، فقط عملناهم أول مثال للتوضيح حتى ما تفكر وين راحوا وليش ما حطيناهم، لأنه مش موجودات. هيك إحنا نكون حلينا السؤال. هذا السؤال برضو بيجي في الامتحان دائما وعليه 10 علامات. تمام، طيب الآن مواضيع لن يتم شرحها بالتقوية، يرجع أطلع عليهم خلال الملخص. موضوع consider the signal complex exponential Fourier series by using general solution. الآن في الملخص صفحة 27 هذا هو، consider the signal x of t تساوي sin الأوميجا تي زائد sin تربيع 2 أوميجا تي زائد 5. تمام، هاي السيجنال اللي عندي اياها. طبعا لما اجي احل برضه بستخدم انه بدي احل على القاعد اللي هو الدرجه الاولى، فانا هون شو عملت فيها؟ حللتها للدرجه الاولى. كويس، الساين خليتها زي ما هي، الساين تربيع حللتها، الخمسه بتنزل زي ما هي. الساين اوميجا اوف تي يعني هذه هي النتيجه بعد ما حللناها. تمام،
ببدأ في قانون الجنرال. أخذنا قانون الجنرال في الفيديو السابق اللي هو عبارة عن تكامل. طبعا إخواننا في الامتحان غالبا ما بيجي هذا السؤال، ليش؟ لأنه زي ما بنشوف الآن حل طويل، بدك تعمل تكامل لكل هرمونية، كل هرمونية بدك هي التكامل، إن الصفر وإن الواحد وإن اثنين، وحتعدهم كلهم وتعملهم كلهم تكاملات. فهذا الشيء حياخذ وقت الامتحان، وحيؤدي إن الدكتور ما يحط أسئلة كثير في الامتحان، وهذا الشيء غير وارد، لكن إحنا بنشرحه للاطلاع فقط، تمام؟ طيب نكمل. when n تساوي صفر شو حيصير؟ طبعا حللنا الساين عن طريق اللي هي الـ Euler، حللناها وبتكامل exponential لأي أس أي شيء دورة كاملة حيساوي صفر. هاي شوف، ها صفر 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 صفر، لكن exponential أس صفر شو بيساوي؟ exponential أس صفر يساوي واحد، لذلك ما حتروح، تمام؟ حيظل عندي 5.5، وحيظل عندي اللي هو ضرب واحد من كامل 5.5 يطلع معنا قيمتها. فإذا when n تساوي 1 حيطلع مع when n تساوي 0 حيكون 5.5. إذا لما تكون n 0 حتساوي 5.5. هو الآن برجع يكرر نفس العملية لما تكون n قيمتها 1. زي ما بنلاحظ x 1 1 2 ويبدأ في العملية طبيعي. زي ما بنلاحظ هون، زي ما بنلاحظ عمل عملية طبيعية وبدأ أكمل بالحل. هذه تكامل طبيعي، الاكسبوننشال اللي أسه غير صفر راح بالتكامل، وظل عندنا الاكسبوننشال اللي مضروب بقيم، تمام؟ وإلى آخر الحل، تمام؟ برضو موضوع الثاني اللي ما حنشرحه وما حنفصل فيه كثير، اللي هو تريجونومتريك فورير سيريز. هاي عبارة عن صيغة سؤال في الامتحان بطلب منك تريجونومتريك فورير سيريز، حيتعامل مع ثلاث قوانين، خليني استعرضها بس سريعا. حيطلب منك تستخرج اكس الزيرو واي ان وبي ان، تتعامل معهم عن طريق التكاملات، وتوجد تكامل هاي، توجد تكامل لا، بعطيكها طبعا اشاره اكس تي، وانت بتوجد تكامل، بتوجد تكامل اي ان، توجد تكامل بي ان، تمام؟ باختصار شديد. طيب الان ننتقل لموضوع ذا فورير، في قبل موضوع ذا فورير ترانسفورم في موضوع افريج باور، موضوع الافريج باور. هذا موضوع برضو ما بيجي عليه اسئله كثير في الامتحان، لكن من باب يعني اطلع كل شيء. البي افريج لها قانون خاص فيها، شبيه بقانون اللي هو لما كنا نعمل سنجل كلاسيفيكيشن، مش كان قانون الباور، لكن هو القانون بيختلف، شبيه فيه كثير، نفس آلية يعني آلية التكاملات وما الى ذلك. اكس اوف تي تربيع دي اوف تي، تمام؟ باختصار شديد. طيب ناخذ مثال، اعطاني سيجنال اكس اوف تي بتساوي 8 كوساين اوميجا تي زائد ثيتا. طيب انا بطبق القانون عليها، باور يساوي 1 على تي من 0 الى تي 8 كوساين الاوميجا تي زائد ثيتا تربيع، بنربع 8 بتصير 1 تربيع 8 تربيع 64، 64 بتطلع برا، بتصير 64 اللي ما في فكره، 64 على تي في تكامل 0 الى تي كوساين تربيع الأوميجا تي زائد ثيتا دي أوف تي. طيب من حل الكوساين تربيع بتصير نص زائد نص، إلى نكمل الآن، باور تساوي 64، مش عارف ظهر بالفيديو أو ظهر، على تي صفر إلى تي نص زائد نص الكوساين 2 أوميجا تي زائد ثيتا دي اف تي. تكامل كوساين لدورة كاملة حكينا يساوي صفر، بيظل عندي تكامل النص، شو بصير؟ باور تساوي 64 على تي في تكامل في 2 على تي في تي على 2، تمام؟ التي بتروح مع التي، بتصير الباور تساوي 64 على 2 وتساوي 32 وات، تمام؟ هاي هي فكرة السؤال. إذا طلب الأفرج باور بتحلها هالطريقة، هي قانونها، وتكامل طبيعي جدا شبيه في الباور كلاسيفيكيشن لما كنا نحط 2 تي، لكن هي قانونها هيك، تمام؟ نرجع للموضوع اللي عندنا اللي هو ذا فورير ترانسفورم. هذا موضوع بتكلم عن الإثبات، تمام؟ شو بحكي؟ بحكي لي أنا عندي هي القانون، هذا الرمز اللي هو تاع رمز الترانسفورم، فورير ترانسفورم، بحكي له عبارة عن تكامل للإشارة من سالب ما النهاية إلى ما النهاية مضروبا في اكسبوننشال سالب جي 2 باي 50 دي اوف تي. طيب تمام،
هي عملية إذن فوري ترانسفور، عملية تحويل من تايم دومين إلى فريكونسي دومين، هذه هي عملية فوري ترانسفور. تمام، حكينا هي عبارة عن تكامل مسالب ما هي إلى نهاية للإشارة مضروبة في إكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي. طيب تمام، ترانسفور ثيريم لها أربع آليات، إما عن طريق لينيريتي أو عن طريق التايم ديلي أو عن طريق فريكونسي أو عن طريق الموديوليشن. إذن عندي أربع نظريات لترانسفورم ثيريم اللي هن هذول الأربع: لينيريتي وتايم ديلي فريكونسي وموديوليشن. طيب صيغة السؤال إثبات، ما بيجي عليها حل، غير مطالبين بالحل عن طريقها لكن مطالبين بالإثبات. نبدأ فيهم واحدة واحدة. لينياريتي ثيريم بقول لي هاي هيك صيغة لينياريتي، بدي أحولها لهاي الصيغة. طب كيف؟ بحكي له نعملها ترانسفورم، اللي هو عبارة عن إيش الترانسفورم؟ هو عبارة عن تكامل من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. تمام، هذه A1 X1 F T زائد A2 X2 إشارة ثانية F T، انا بدي احولها من تايم الى الفريكونسي مضروبه في الاكسبوننشال سالب جي 2 باي اف اوف تي باي اف في تي. تمام، هتصير عندي كالتالي، هتصير الاي 1 تطلع برا لانها كونستانت، من تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه الاكس 1 اوف تي في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي دي تي، زائد زي ما احنا عارفين من خواص التكامل انه بتوزع الاي 2 حتطلع برضه برا من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه اكس 2 اوف تي في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي دي تي. تمام، طبعا بنعملها تكامل بتطلع النتيجه لها كالتالي، حتساوي اي 1 اكس 1 اف زائد اي 2 اكس 2 اف، اللي هي الصيغة اللي احنا بدنا نوصلها. تمام، انت بس احفظ صيغة لينياريتي واحفظ صيغة بدك توصلها، بصير الحل عليك سهل. احفظ هذه وهذه بصير الحل سهل. تمام، ننتقل للنظرية الثانية تايم ديلي. طيب انا عندي صيغة بتايم دومين بدي احولها لفريكونسي دومين، شو الآلية؟ حكينا نعملها ترانسفورم اكس تي ناقص تي زيرو، واللي هي عبارة عن تكامل من سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية اكس تي ناقص تي زيرو في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي دي تي. تمام، شو بصير عندنا الان؟ بصير عندنا كالتالي، برمز للتي ناقص تي زيرو بالتايم عن طريق عمليات التكامل والتكامل بالتعويض، حتصير عندنا كالتالي، حتصير تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه عوضنا عنهن بجاما في اي سالب جي 2 باي اف جاما ناقص زائد تي زيرو دي اف تي. تمام، الان حتطلع الاكسبوننشال مع تي خارج التكامل لانه اسف مش اكس اف تي اسف جاما، لانه التكامل الصيغه تاعته مش الزمن. تمام، حيصير عندي اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي زيرو في سالب ما لا نهايه ما لا نهايه تكامل جاما في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف جاما دي جاما. طيب حتصير عندنا بعد ما نعمل عمليه التكامل اكس في عن صيغه الفريكونسي في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي زيرو. تمام، وصلنا للصيغه اللي كنا بدنا اياها من اول. تمام، فريكونسي ثيرم، فريكونسي ترانزليشن ثيرم. طيب هنعمل ترانسفورم للصيغة التايم دومين، واللي هي بتعني برضه تساوي من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. طيب هتصير تكامل x of t في الإكسبوننشال j 2 باي f of t، هنضربهم بالإكسبوننشال سالب j 2 باي f of t. ضرب الاكسبوننشال تجمع الاسس، او ضرب الاساس، ضرب الاساس ثابت والقيمه ثابته والاساس متغير، تضرب تجمع الاسس. تمام، حيصير عندك التالي تكامل من سالب باي الى باي اكس اوف تي
اكسبوننشال سالب جي 2 اف ناقص اف 0 اف تي دي اف تي. نعمل عملية التكامل تطلع النتيجة كالتالي. طيب تمام، اخر نظرية اللي هي موديوليشن ثيرم، صيغتها حتكون هيك وحتحولها هذه الصيغة، حتكون كالتالي. هنعملها ترانسفورم، تمام، هيكون عبارة عن تكامل سالب ما النهاية يعني ما النهاية. طبعا الكوساين هذه بنحللها عن طريق الايولر، تصير كالتالي. تمام، على 2 في اكسبوننشال سالب جي 2 باي اف تي. تمام، عن طريق السوبر بوزيشن ثيرم حتصير عندي النتيجة النهائية هيك. هذا آخر جزء بالشابتر، حنستكمل شرح التقوية بشابتر 4، والله يجزاكم خير.